ايوه بكر، بخصوص المكالمه بتاع الصبح. ايوه، موضوع الدكتور علوان. بتهيألي نبتدي بسين 42. عاوزك تجيب لي العدد الاخير من مجله الفنون، واذا اتكلم معاك مش مشكلتي، اتصرف انت معاه. مع السلامه. أنا سامي وهدان اللي كلمت من ساعتين وقلت له يبقى اتكلم تاني. بخصوص حادثة الدكتور علوان. لا، أنا ما شفتش الحادثة. أنا شفت الدكتور علوان نفسه. دكتور علوان. في بيروت. مطار بيروت. حاضر. هستنى إن شاء الله بكرة الصبح. احنا ورانا إيه؟ خبر اسود سياده سكرتير التحرير. ده ما تقول صباح الخير يا جلال. لا معاذ يا فندم، جالي اكتر مني. قله ذوق. صباح الذوق. صباح الخير. مالك يا جلال؟ مرتبك كده ليه؟ انا؟ انا مرتبك ولا حاجه. اصل معايا صور. معاك صور؟ ايوه. حضرتك مصور صحفي. امال عايز يكون معاك ايه؟ صحيح، انا مصور صحفي. يبقى معايا. يبقى هو انا مرتبك ليه؟ مش عارف، اسال نفسك. ايوه فندم، اسال. جبان بطل جب، بطل جب. الناس دي بتفرقعني ليه؟ سادس مرة أطلبهم ويقولوا لي استنى لحظة على التليفون ولا حد يسأل عني بعد كده. من غير ما أعرف الناس دي جدعان، لأن اللي بيمشي وراك بيتطوح ورا الشمس. طب بطل لماضة، جبت الصور؟ قصدك سرقتهم؟ طب ورهم لي. اتفضل. عشان الصور بتاعتك دي أختك كانت هتفضل عانس طول عمرها. بطل غالي. سكرتير التحرير كان هيقفشني متلبس، يعني كنت هطرد. وطبعا مش هتجوز وهصيح، هتلاقي فين اختك شاب وسيم غيري يتجوزها. ايه دول يا استاذ؟ دول صور عاديه، فين صور الحادثه؟ مفيش. يعني ايه؟ يعني محدش عارف ان جنابه هيموت في حادثه على جبل المقطم عشان يروح يستناه ويصور الحادثه. بعد الحادثه يا بني ادم. على بال الخبر ما وصل الجريده كانوا شالوا الجثه وما فاضلش غير العربيه المحروقه. فين صور؟ هنصور عربيه محروقه؟ ايوه، تصور عربيه محروقه. أنا خايف لتكون الغباوة دي وراثة في عيلتكم. في عيلتنا إحنا؟ ألو؟ أيوة، أنا سامي وهدان. مين؟ فين؟ إمتى؟ حاضر، مسافة السكة. أتصل بمين هناك يا فندم؟ طب شكرا. إيه؟ هقابله، هقابله يا جلال. هتقابل مين؟ القتيل؟ أيوة. معقولة دي؟ واحد عايش يقابل واحد ميت؟ ادخل. مقدم كمال، حضرتك غلطان، معلوماتك غير صحيحة. أنا آسف، أصل في الحقيقة هما اللي قالوا لي على الباب. أنا مش شايف منظري حاجة تضحك بقى. الحقيقة أنا مش المقدم كمال، أنا العقيد كمال، لأني اترقيت من شهرين. اقعد. سامي وهدان، حضرتك بقى مش غلطان، معلوماتك صحيحة. Thank you.
الدرج الليل. منقوط منقوط من اللي عمله الجدع المجنون ده. مين؟ اخوكي طبعا. ده بلغ البوليس. انا كنت متاكده. انت عايزين تجننوني؟ اقول لك بلغ البوليس تقولي لي كنت متاكده. سكوت. يلا طبعا. والجدع ده كل ما يشوف وشي يقول لي بروفا بروفا بروفا. انت بتضربني يا اخي. انا احب القرنفل الابيض في الحقيقه. تعرف انه بيهدي الاعصاب؟ على فكره انا احب الاعصاب الهاديه. اصل انا شيك اول جاكيت ده اللي انت لابسه. ممكن نتكلم في موضوع دكتور علوان؟ انا اللي اتكلمت في التليفون و كان قاسي قوي ناخدك الاخير في مجله الفنون. هو حضرتك مهتم بالفن؟ وانا صغير وقعت في غرام استر ويليامز ويمكن بسببها اتعلمت العود. قول لي هي لسه بتمثل؟ قصدك لسه بتعوم؟ اللي قال ان الفنان زي الشمعه بيتحرق عشان ينور لغيره كان عنده حق. زي ما تشوف حضرتك. خصوصا الستات. كم سنه بريق شهره شباب وبعدين خلاص كل ده يتحول لذكرى. انت ساكت ليه؟ لما تخلص حضرتك كل الكلام اللي عندك هبقى اتكلم. انا خلصت اتفضل. بخصوص حادثة الدكتور علوان. افتكرت. اظن انت دلوقتي عايش مع اختك بعد ما اتطلقت من زوجتك الاولى. حضرتك عرفت منين ان انا اتطلقت؟ هو انت ما قلتليش؟ هو انا فتحت بقي بجملة كاملة لحد دلوقتي؟ متاسف. نخش بقى في الموضوع. انا متهيألي. ايوه نبتدي بقى في الموضوع من اول. متهيألي دي متهيألي عمر الشريف جرته ابتدت تقل. ما هي يمكن. انا شخصيا ما اعرفش. على العموم لو حضرتك عايز تتاكد ممكن تساله هو عشان انا في الحاجات دي. ما ايه اللي جاب عمر الشريف دلوقتي يا فندم؟ طبعا انت سبت المهرجان قبل ما يخلص ورجعت علشان تراجع كتابك الجديد. كان الله في العون. فرصه سعيده يا استاذ سامي. وموضوع دكتور علوان. دكتور علوان للاسف مات في حادثه. انت ما بتقراش جرايد؟ انا قابلته في بيروت. الجماعة الفنانين والنقاد دايما كده، دايما سرحانين، والغلط بالنسبة لهم احتمال اكيد. انا متأكد ان انا شفت الدكتور عنوان. وانا متأكد ان شفت جثة الدكتور عنوان. طب ليه حضرتك طلبت تقابلني لما انت واثق من معلوماتك؟ لان شغلتنا نسمع الناس ونريحهم. المهم جدا انك تقتنع ان الدكتور عنوان مات، ولما تقتنع هتهدى، ولما تهدى هتستريح. مع السلامة. سامي، ايه رايك لو جيت معايا المشرحه ووريت لك الجثه؟ جثه؟ يا ماما يا ماما يا ماما. الدماغ. ايوه الدماغ تتأثر.
لكن ما يبقاش له وجود. صدقني يا عزيزي بتحصل كتير. طب ازاي عرفنا انها جثه رؤوف علوان كده؟ الجثه اللي قدامك دي وجدنا عليها ملابس رؤوف علوان وفي عربيه رؤوف علوان وتعرف عليها اصدقاء رؤوف علوان. لا طبعا غير البصمات. البصمات؟ طبعا لازم نطابق البصمات كمان. طب واللي انا شفته في مطار بيروت؟ شبهه. اخلق من الشبه البعيد. لو اتصل بيك واحد اسمه مفتاح بديني خبر. مفتاح مين؟ مسكين. الظاهر الانسان لما بيكبر في السن بيتصرف تصرفات غريبه. مش فاهم حضرتك تقصد مين؟ الدكتور علوان. ماله؟ في الفتره الاخيره كان ليه اصحاب مش من مركزه، تجار مخدرات، مدمنين، ارباب سوابق. مفتاح قطع من الاصناف دي. انا مندهش ازاي انسان بدرجته العلميه ممكن يعرض سمعته للخطر بصدقات زي دي. ممكن اعرف ايه علاقتي انا بمفتاح ده؟ صحيح، ايه علاقتك انت بيهم؟ بيهم؟ انت قلت مخدرات ومدمنين؟ مظبوط. ايه هو اللي مظبوط؟ اخر كتاب للدكتور علوان كان عن شفاء المدمنين. معقوله؟ لحظه من فضلك وقف هنا. رابع كتاب على ايدك اليمين، كتاب جلدته سودا. نعم. لو مديت ايدك اليمين تلاقيه على طول. حضرتك عرفت منين ان ده الكتاب اللي انا بدور عليه؟ انا اسمي شهيرة، شهيرة رؤوف علوان. بنت الدكتور رؤوف علوان؟ كل يوم بمر على البوليس من ساعة الحادثة ما حصلت. عرفت انك قابلت العقيد كمال بخصوص الحادثة. رفضوا يدوني معلومات أكتر من كده. اضطريت أتابعك أنت وكمال. لكن في الحقيقة أنا كنت قصدك أنت بالذات. يزعلك؟ لا أبدا. لكن الغريب أنهم رفضوا يخلوني أشوف الجثة. عندهم حق. شيء فظيع حقيقي. تفتكر أني من النوع اللي ممكن يخاف يا أستاذ سامي وهدان؟ ثم ما تنساش ان بابا هو ال ولو المصدر فظيع. هو حضرتك تعرف بابا؟ من ابحاثه، كتبه، اخباره، يعني مش اكتر من كده. امال ليه طلبوا يوروك الجثه؟ الظاهر يبدو يعني حصل غلط. غلط ايه؟ ارجوك تتكلم. اتهيألي ان انا شفت الدكتور. فين؟ في بيروت. امتى؟ امبارح الصبح. كان لوحده؟ معرفش. كلمك؟ كلمته؟ ايوه. قلت له اسف مثلا. اسف ليه؟ عشان خبطت فيه. جد. اسف. زي ما حصل دلوقتي بالظبط. من فضلك انا عايز اتكلم معاك، تعالى. انا ما عنديش كلام اكتر من اللي قلته. من فضلك انا ما احبش حد يمسك ايدي. ارجوك يا استاذ سامي، الموضوع في منتهى الخطوره. خلاص، نتقابل بالليل في مكتبي. دلوقتي لازم نتكلم دلوقتي حالا. بس انا دلوقتي عندي ميعاد شغل. الساعه بقت 2:30، يعني ميعاد غدا. طب اوكي، دقيقه واحده ادفع ثمن الكتاب. ايه صوري؟ مش لاقي المحفظه. مش معقول. اتاكد. هتكون فين؟ قلبت في كل جيوبي. يمكن نسيتها في البيت. جايز. انا دلوقتي ما عدتش متاكد من اي حاجه. كل حاجه عندي جايز. طب تعمل الكتاب. انا عندي نسخة في البيت. والغدا بومبة. انا بطبخ كويس قوي. المية تكدر الغطاس. يلا بينا. معلش يا خلاص. ممكن تليفون من فضلك؟ اتفضلي يا فندم.
الو مفتاح، المحفظة معايا، اسمه سامي وهدان. انا قلقان قوي على سامي. سامي ما جاش المجلة من ساعة الميعاد. لا الموضوع كده شكله ما يطمنش خالص. بكرة ييأس. حد في الدنيا يدور على ميت عشان يثبت انه حي؟ هي فعلا غريبة. غريبة؟ ده الأغرب من كده، قصدي اللي يخوف إن الميت قتيل والقاتل حر لسه ما اتقبضش عليه. جلال تقصد إيه؟ قصدي بسلامته القاتل لو عرف إنه بسلامة أخوك بيحرجم عليه مش هيسكت. أنا ابتديت أخاف. دلوقتي بس ابتديت تخافي؟ أنت جنس عيلتكم إيه؟ اشرب اشرب الشاي. تشكر. شوية شاي أجب. يدوم العز. يا سلام اشرب. يا سلام سلم. الفيلا متراقبة. ليه؟ اسأل العقيد كمال. تبقى حراسة بقى مش مراقبة. أنا بالنسبة لي ما تفرقش. ما تتصورش المخبر اللي قاعد على الباب بيبصلي ازاي طول ما أنا خارجة وطول ما أنا داخلة. وأنت مش عايزاهم يشوفوني؟ زي ما تقول كده. أنا بقى ما يهمنيش إن البوليس يعرف إن أنا جيت. إذا كنت رحت لهم برجليا. بس أنا بالنسبة لي يهمني. في حاجات مهمة عايز أعرفها منك. ما أنا قلت لك اللي أعرفه قلته للبوليس. بس أنت لسه ما تعرفش أنا عارفة إيه. تعرفي إيه؟ أنت مش جعان؟ واقع من الجوع. طيب دلوقتي حسندك واكلك. رايح فين؟ كمان يا فندم. حاسس بحركه في الفيلا يا فندم، مع اني ما شفتش حد يدخل. بقى كده. طب ارجع مكانك. حاضر يا فندم. على فكرة بقى أحلى شكشوكة أكلتها في حياتي. بجد؟ حقيقة أنا أكلت كتير أوي. بالهنا والشفا. أصل أنا لما أبقى بفكر ببقى مفجوع. كمل. لا أنا خلاص شبعت كده. قصدي قول كمل كلام. وروني البص. وتعرفت عليه؟ عرفت ده إيه؟ البص من غير دماغ. هو ده الدليل. دليل إيه يا لسة؟ البوليس بيقول ان الهدوم اللي على الجثه هي هدوم والدك. مش مشكله. وان العربيه اتحرقت بيه. مفيش اكتر من حوادث سرقه العربيات. طب العربيه اتسرقت، مين اللي سرقها وليه؟ اي حد. طب وصاحبه اللي تعرف على الجثه قالوا كده؟ طب ما تقابليه اساليه. يوم ما راح شاف الجثه خرج من المشرحه على المطار، سافر اليابان في مأمورية. اللي هو كل الناس اللي في القضية دي بتسافر ليه؟ في شيء غامض، حاجة ما نعرفهاش. بابا في الفترة الأخيرة من عمره عاش حياة كلها غموض وأسرار. تفتكر إنه مات في الحادثة؟ وإذا كان ما ماتش هو فين؟ اختفى؟ هرب؟ هرب من إيه؟ وليه؟ علامات استفهام كتير ومحدش عارف الحقيقة. حتى أنا بنته أقرب الناس ليا. أستاذ سامي أرجوك، أنت الوحيد اللي تقدر تقف جنبي. أنا تحت أمرك.
يا ريت اقدر اعمل حاجه. تقدر نكشف الحقيقه انا وانت، الا اذا كنت خايف. جايز جايز اكون خايف، الانسان دايما بيخاف المجهول. انا لسه شهير، انا كاتب ناقد فني، عمري ما تعرضت لموقف زي ده. انا اسف، مش هقدر اقدم لك اي خدمه. انا اللي اسفه، ظهر اني لازم اعتمد على نفسي. أنسة شهير، أنا كان عندي إحساسك ده من شوية، لكن بشوية تفكير منطقي تراجعت. جثة في المشرحة، البوليس بيقول إنها جثته، وأنا بعيني دول شفتها. وبعينيك دول شفته امبارح في بيروت. ليه ما يكونش خداع نظر؟ أكيد كده. أنت مقتنع؟ مش عارف، مش عارف. أنا هقدم لك دليل جديد. شايف دي؟ من شهر كنا بنبيض البيت، بابا حط ايده على الحيطه غصب عنه لانه كان نظره ضعيف. ايده علمت على الدهان. مش فاهم. فهمت، البصمات. انا اللي عايل عشان بمشي وراك. مال انا ومال البال ولا هتغرس فيها؟ هتفرض انها قفشنا. ما تعكش انت، وربنا هيستر ومش هنتقفش. الناس تسهر في هيلتون، في شيراتون، انما في المشرحة. عارف هتعمل ايه؟ ها؟ عارف هتسأل على مين؟ خليل. انزلوا في الدواسة بقى. استعنى على الشقة بالله. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت الزق معايا، العربية عطلت. تحت أمرك، إيدك معانا يا أبو الأحلام. أوي أوي. اتفضل. اركب حضرتك عشان تدورها. بعدين في العطله دي يا اخوانا. اتفضل معانا على ما تفوت عربيه. الدنيا برد. مدور عليها يا استاذ، هي واحده عامل لك شاي. شاي؟ هي فيها شاي؟ على ما تيجي عربيه يا سعاده البيه. على ما تيجي عربيه يا سعاده البيه، صح. على ما يبيض حياة والدك. الامل اللي انا فيها دي؟ احنا نحب نخدم يا استاذ. ربنا يكفينا شر خدماتك يا استاذ. على فكره انا ليا واحد معرفتي بيشتغل معاكوا هنا اسمه خليل. دي الصدف الحلوه دي؟ ده انا بطشي الليله. يا خليل، خليل، شوفوا الهنا، خليل يطلع ما بطشي الليله. خليل انزل معانا دوك معرفتك. خليل ده اطيب تمرج عندنا. انت هتقول لي عليه؟ ده انا حافظه صم. انت بتنادي يا فارس؟ اهلا اهلا يا عم خليل، انت وحشنا يا راجل. بالحب. انا مش خليل. ولما انت مش خليل سيبنا حضنك ليه؟ انا خليل يا استاذ. خليل؟ لسه في غيركم جوه؟ لا مفيش.
يبقى بالحضن يا خليل. الحمد لله جت سليمة. هي دي القاعة. انت متأكد ولا هتطلع زي القاعة اللي قبليها؟ لا المرة دي متأكد انا. انت برضه الأربعة اللي فاتوا قلت انك متأكد. يوه عطلين على الشغل بقى. ثانية واحدة. ثانية واحدة أنا حلفت ما أنت داخل. مخزوم إيه الحلفان بقى؟ طب على الطلاق بالتلاتة لا داخل. طلاق إيه؟ خلاص يا أستاذ الله تعالى يطلق الولية. مش هيطلق الولية ده هيعمل حاجة ألعن. خلي الحاجات دي معاكي. على قد الفزع اللي أنا فيه على قد ما أنا مرتاحة دلوقتي. إحنا هنتفلسف ده وقت فلسفة يلا بينا. الفرد احسن ما اروح السجن. يلا خذي لك واحد تكل على الله. كمان عربيتك سليمة فرملت اليد كانت في زلجنة. فضل اركب. طب وال وليه لا انفي التجلي يا روح ما بعدك روح لهم رب. وبتشرب شاي ما تتفضل معانا. خليك زي ما انت لغايه اللي جوه ما يخرجوا. بقى ده معقول يا سعاده البيه؟ الجتت اللي ملقحه جوه دي تخرج؟ طب واللي مش جتت؟ نعم انا عملت المستحيل عشان اوصل الحياه دي يا شهيره. انا كنت متاكده من كده يا سيدي، كنت متاكده. خبير البصمات صاحبي اخبرني ان البصمه اللي خدناها للجثه ملهاش اي علاقه بالبصمه اللي خدناها من على الحيطه. انت تعرفي ليه دلوقتي؟ المفروض خبر زياده يفرحك. طب بابا فين يا سامي؟ والبوليس ليه بيقول انه مات؟ ومين اللي ورا ده كله؟ هو ده السر اللي انا عايز اعرفه. انا مصمم الف مره اكتر من الاول انا لازم اوصل له. صدقتني يا سامي. قولي صدقت نفسك. ضروري اقابل عقيد كمان. ضروري افهمه ان انا صح وانه مغرور
وانه يبطل الحركات اللي بيعملها معايا. لا، احنا لازم نتحرك لوحدنا من غير ما حد يعرف. يا سامي، اللي عملناه ده تدخل في عمل البوليس، مؤكد هيضايقه لو عرف. نتحرك ازاي واحنا عاملين زي اللي عايشين في حرس سد مقفله من كل ناحيه زي الضمره؟ انت هتتراجع تاني يا سامي؟ انا معاك وتحت امرك في اي لحظه يا شهير. كلميني عن المرحوم، عن صحابه، عن حياته. احنا في عرض اي خير توصلنا الحقيقه. اخر ليله قبل الحادثه ما دخلش المعمل، حاول يقعد معايا طول الوقت، كلمني في حاجات كتير عمره ما كلمني عنها. لسه سمع صوته في وداني وهو بيقول إن عمل حاجات كتير علشان مستقبلي، ودلوقتي جه دوري علشان اعتمد على نفسي. كان بيتكلم وعينه جواها دمع، ما صدقتش انها موجوده. لبس هدومه واخد شنطه صغيره في ايده، كان ماسكها زي العيل الصغير اللي خايف على شنطه المدرسه لحد يخطفها منه. بابا كان بيتصرف زي ما يكون اخر مره هيشوفني فيها. ما تيجي نغير الموضوع. ها؟ بابا هو خارج بسني يا سامي. ده تصرف طبيعي ممكن يعمله اي اب مع بنته. ده تصرف عاطفي عمره ما عمله، كانت كل تصرفاته بالعقل وبالعلم. بابا عمره ما كان عاطفي. تتصور ان عمره ما بسني وانا صغيره ولا وانا كبيره؟ ويوم ما بسني كانت اخر مره اشوفه فيها. مش ممكن، لازم في سر ورا تصرفاته دي له علاقه بالحادثه. طب كفايه كده. قصدي عندي مش قادره امنع دموعي. انا متاسفه يا سامي. تعرفي نفسي اعمل معاكي زي ما كنت بعمل مع منى اختي لما بتعيط. ازاي؟ بزعل ولا حاجة؟ أستاذ سامي وهدان ساكن هنا؟ أيوه، بس هو مش موجود دلوقتي. حضرتك الآن سموني أخته، مش كده؟ تعرفيني كمان؟ حد ما يعرفش القمر. إحنا هنفضل واقفين هنا على الباب؟ اتفضلي. الحقيقة ما أعرفش ما قلتلكيش اتفضلي إزاي، اتفضلي. ما عشان ما تقصديش أنا قلتها بنفسي. ولا ابقى غلطان؟ يا خبر، اتفضلي السريه. كنت احب اقابل الاستاذ سامي لو ما يضايقكيش اسال ليه. اصلا ما بيخبيش عني حاجه، وبعدين ما قاليش ان يعرف ست حلوه تجنن كده. هو فعلا ما يعرفنيش، لكن انا اعرفه. افهم من كده ان سامي اخويا له معجبين زي نجوم السينما؟ الاستاذ سامي محفظته وقعت منه، انا كده ارجعها له. لو مش هيتاخر تسمحي لي استنى؟ بقالنا ساعه بندور ما اعترناش في اي ورقه فينا. كل شيء في حياة بابا كان غامض. هو كان غامض بعقل. مفيش غير آخر ليلة كان قاعد معايا، سمعته بيكلم واحد أكتر من مرة. وسكت على نقطة مهمة زي دي إزاي؟ كان بيقولوا إيه؟ الراجل اللي كان بيكلمه اسمه إيه؟ بيقول له إيه؟ ما سمعتش. مش كان قاعد معاكي بتقولي؟ لا، أيوه بس أخد التليفون وراح بعيد، وكان بيتكلم بهمس. استنى استنى. افتكرت. اللي كان بيكلمه كان اسمه حاجة المرجوشي. في بني آدم في الدنيا اسمه حاجة المرجوشي؟ مش كده يا سامي، يعني اسمه الاولاني ما سمعتوش، لكن اسمه التاني المرجوشي. في الامر لله، ندور من الاول على اي ورقه يكون فيها معلومات عن سحاج المرجوشي. بطلي لعبي ودوري.
وعنوانه. عطاطا المرجوش الفلكي. سامي الهاجم مستنياك من بدري. اهلا وسهلا. وانا في الحقيقه لو اعرف ان في حد مستنيني ما كنتش اتاخرت. ايه ده؟ وحلوه كده؟ ده انا ما كنتش خراب. ازاي الاستاذ سامي مجامل زيك يا انسه؟ ابدا ده انت اللي متواضعه خالص يا زلمه اسهام. محفظه حضرتك لقيتها، اتفضلي. برافو عليكي. الحقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي يعني. عرفت الاسم منها، قلت فرصه اجي اتعرف عليك. انا كنت زعلان قوي على الاوراق المهمه اللي فيها. على فكره انا قارئه قديمه لمقالاتك يا استاذ سامي. ده انا بيقرا لي جمال ده كله. انا من النهارده حتى كل يوم. بقول يا منى، انت مش عندك بروفه النهارده باين. اه صحيح. طب عن اذنكم هغير هدوم. لا ابدا براحتك. اهلا اهلا. طب استاذن انت بقى. ده كلام حد يقول كده بقى بعد ما بقينا لوحدينا وهنبتدي نرغي تقومي تستاذني؟ بعدين عنوان اهو. انا محتاجه اتكلم معاك في موضوع خاص. بس لازم نبقى لوحدينا. انا شخصيا احب حكايات لوحدينا دي. يا ريت تفهمني وتساعدني في الموضوع ده. قوي قوي. الواحد اليومين دول المساعدات نازله ترف عليه بوفره وبكثره. قربت تفهم. انا فاهم من بدري. يعني موافق تتعاون معايا؟ من دلوقتي لو حبيتي. موضوع شغلك وشغلني. يا ريت تقول لي على المعلومات اللي عندك فيه. وانا كل نظر. شوفي حضرتك، انا اكتر واحد يفهم في الحب. خلاص وانا مستنيه منك تليفون تعزمني على فنجان شاي. مين ده؟ ده انا هوريك التليفونات. تجنني. ما تيجي من غير تليفونات ومن غير حاجه ونتقابل كده على طول. باي. من غير تليفونات. من غير حاجة. من غير تليفونات. لقاء ودي. اهلا. اهلا بيك. هو لقاء ودي فعلا، لقاء حوالين موضوع حضرتك تعرفه كويس. لكن ما نتكلمش فيه. عالم الارواح ده عالم غيبي. مش مسموح لنا ابدا ان احنا نتكلم فيه.
كل اللي مسموح لنا ان احنا نتكلم فيه بس الفلك. بصراحة مش هو ده الموضوع اللي احنا جينا علشانه. تقدروا تعتبروا الموضوع انتهى. بس احنا لسه ما اتكلمناش. لينا رافض نتكلم. انا لو كنت بدور على الفلوس والشهرة كنت اتكلمت كتير. عالم الارواح ده عالم غيبي ما يقدرش يوصلوا له البشر العاديين. وانتوا انتوا بشر عاديين. احنا عايزين نتكلم في موضوع دكتور رؤوف علوان. دكتور رؤوف علوان مات في حادثه وما كانش صاحبي وانا ما اعرفوش، واذا كنتوا انتم من البوليس يبقى ما عنديش اي كلام علشان يفيدكم ابدا. يلا تفضلوا مع السلامه. انا شهيره بنت الدكتور رؤوف علوان، يهمني اتكلم معاك عنه يا استاذ مرقوشي. وحضرته الصحفي صديقي وقف جنبي في محنتي. استاذ مرقوشي بابا كان صاحبك وصديقك. صداقه معنى انتهى من الوجود. ايوه بس على الاقل كنتوا تعرفوا بعض. معرفه بين الناس درجات. بتتكلمي عن اي درجه فيهم؟ اي درجه تعجبك بس اتكلم. كلام عن الغايب نقص في العال. اللي فات مات يا بنتي وابوكي مات، يبقى فايده الكلام ايه؟ بس اكيد انت عندك معلومات عن الحادثه. اللي عنده العلم والمعلومات واحد مفيش غيره. حضرتك كلمت ليله الحادثه اكتر من مره. كلام الأرواح أقوى في اتصاله من كلام البشر. السيجارة دي فيها إيه؟ الإنسان محروم من السعادة. بيدور عليها في وهم يعيشه في وهم. ما تتعبوش نفسكم. أنا مش هتكلم. وأنا ما أعرفش حاجة. يلا اتفضلوا. ما تضيعوش وقتكم. الوقت غالي. يلا. الأرواح الشريرة بتناديني. برا برا. الراجل ده يعرف حاجات كتير قوي ومش عاوز يتكلم ولا هيتكلم. بس لازم يتكلم. انتوا غلطانين في الطريق. العربيه من هنا يمين يمين وبعدين شمال. نعم يمين يمين وبعدين شمال. يمين يمين وبعدين شمال. اي طبعا. يلا بهدوء اكتر ممكن نتفاهم يا استاذ سامي. متهيألي كفايه لعبه القط والفار. انت عايز توصل ايه؟ فهمني، انا مش فاهم اي تصرف من تصرفاتك. تصرفاتي واضحه زي الشمس. عايز ايه؟ سبق قلت لك انا عايز ايه. انا بعد اللي اكتشفته مش هسمع كلامك بعد كده. لاحظ ان التسلل للمشرحه جريمه ممكن تتعاقب عليها. ايه انت كنت عارف ان البصمات مش مطابقه؟ انا اللي طالبك وانا اللي حدد الموضوع اللي نتكلم فيه. استاذ سامي، من امتى بتهتم بعالم الارواح؟ وكمان عارف دي؟ طبعا انت تتمنى اقول لك انا عارف ايه كمان. لا مش مهم بقى. طب المهم بقى ان انا بحذرك وللمره الاخيره من الاستمرار في البحث عن حادثه وفاه الدكتور علوان. انا بقى اوعدك ان انا مش حامل بتحذيرك. طيب نكمل كلامنا بعدين يا استاذ سامي. اكيد هنتقابل. يمين يمين وبعدين شمال. استناني برا شوي. اديني سنت اللو. انا كمال يا فندم. سامي كان عندي وصلنا معاه نتيجة عظيمة. عنده دوافع هتخليه يهتم بالقضية أكتر، وده طبعا لمصلحتنا. مع السلامة يا فندم. اديني الحقنة بقى. اديني الحقنة أرجوك أنا هتجنن. يا بنت سامي شهيرة؟ لا هما اللي جوني. اديني الحقنة بقى أنا هتجنن.
اتكلموا معاك في ايه يا مرجوش؟ قلت لهم ايه انت؟ تعرف ان انا ما اقدرش اتكلم في حالي، انا شكوا في المسؤوليه. اديني الحقنه بقى ابوس ايدك. اتكلم يا مرجوش انت. انا ما قلتش حاجه، اديني الحقنه بقى ارجوك ارجوك. بقول لك ايه؟ ما تسيبنيش لايس لوحدي، انا ما بفهمش في كلام العزة ده. ما تمسك في دي احسن زي العيال الصغيرين. اسمع. اي حد يسلم عليه قول له شكر الله سعيك. شكر ايه؟ شكر الله سعيك. 70 واحد فيهم قال لي شكر الله سعيك. قول له بعد الايام سلام عليكم. اي حاجه يا سيدي. ده ايه في حياتك؟ عايزك اللي ما باين عليها حزن ولا كان الميت ابوه. احنا اللي فالقين روحنا عيار لحد عينينا ما ورمت. حقا اللي ما شفتها نزل الدمعه جه لاخر زمن ما عندوش دم. قربي بينا قربي نفعل لنا صوت لاجل ما حد يشوفنا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. شكر الله سعيك يا انسه شهيره، والله المرحوم كان غالي علي. ولا عمره شاف زي كل اللي بعيطوا قدامك مجمل. انا بحسب الناس دول على قدرتهم على النفاق. ممكن تبطلي فلسفه وتفوزي لك دمعتين. انت مش بنت المرحوم تبقى لازم تعيطي. مش قادره يا سامي، مش قادره. حاولت ما قدرتش. حاولي تاني. سامي اعيط على واحد انا متاكده انه مش ابويا؟ ده موقف ما حصلش لاي انسان قبل مني. كل الناس بتعزيني في واحد ما كانش ليا علاقه بيه. الراجل ده مش كان بني ادم ومات؟ ايوه. خلاص يبقى تعيط عليه نوبك ثواب. عيطي عيطي ما تفضحناش. ده وقت الهزار ده؟ والقاده من كده هتطلع عليه كل خميس وتعملوا له 40، ده غير مصاريف الميتم والعزاء. بنعملها دي يا كمال بيه. قلبي عندك يا انسه شهيره ومقدر حزنك على الوالد. معقوله يا شهيره تسيب الستات فوق وتنزل الشارع؟ انا من بدري عايزه كمال بيه علشان اتكلم معاه. مساء الخير يا كمال بيه. انا تحت امرك في الاجراءات القانونيه للوراثه وضرائب التركات. وتاكدي مش هنسيبك لوحدك. ارجوك بلاش الاسلوب اللي دايما بتكلمنا بيه ده. انت عارف ان المسرحيه دي كلها علشان واحد تاني غير بابا. انت تعرف كويس قوي ان بابا عايش. شهيره. لا يا سامي. لازم نعرفه ان هي دي الحقيقه. سيبها تتكلم يا استاذ سامي. عمري بابا عايش. البصمات مش بصماته. وسامي قابله في المطار وهو راجع وقال في دليل بيقول انه عايش.
الله يرحمه، انا عارف ان الصدمه شديده عليك، لكن ممكن اسلفك الدواء ده مهدئ، فرانكلايزر، حبايه او اثنين هيهدوا اعصابك. على اذنكم، ربنا معاكي. الجنازه وترتيباتها، ومين اللي عمل الصوان وصرف عليه؟ انا اللي اعرفه ان عمك هو اللي عمل الحاجات دي كلها. عمي؟ عمي جاي متفرد، كل اللي يهمه هيورث ايه من بابا. امال يعني هيكون مين اللي عمل ده؟ انا في كوبسي في نافوخي ضرب. العكيس كمان يعرف. لاحظ يا سامي ان نص الناس اللي جم في المكن وفي الصوان من رجاله كمان. دي مش جنازه بقى، دي تبقى كبسه. شوفها بنت الناس، ابوكي مات ودفناه، تعيش انت بقى، بصك على الكلام. سامي بابا ما كانش بيحب يسوق العربية بالليل، كان دايما بياخد تاكسي، اشمعنى الليلة دي بالذات أخد العربية؟ أنت فاهمني يا ثاني؟ أنا فاهم حاجة واحدة بس، إن أنا بعد يومين هشرف في مستشفى المجانين. أنا آسفة يا ثاني، أنا تعبتك معايا، أنت مالكش ذنب في العذاب اللي أنا فيه ده. أنا مهتم بالموضوع أكتر منك يا شهيرة، أنت عندك دافع واحد بس، أنا عندي اتنين. إيه هو؟ ممكن اعرفه ولا سر؟ الاولاني انت عارفاه، التاني نفسي تعرفيه. يهمني اسمعه منك. شهيرة، انا بس. وانتي؟ انا مراجيح وغنى، مراجيح وغنى، ده مش معناه انك مبسوط، وكلام العين هو المظبوط، وعنيك بيطول خليها تقول ازاي، ده شيء مسكوتش عليه، ملاك يا جلال ملاك فيه من ينفعني في وقت الضيق، تشوفينا تقول اتنين اخوات، وده فعلا كان ولا اخ شقيق، وتوفى زمان
ولا كان عيان. طب زعلان ليه؟ كل ده حنون. كان مخلص ليا وقلبه حنون. اطلب لي حنان. وده مين يا جلال؟ المرحوم توت. توت مين يا جلال؟ توت عن خامون. هلا بقى ده كلام واحد مجنون يا زهر، مش ناوي تقول الحق بصراحة وبكل صراحة؟ لا إنما زعلان. زعلان ليه؟ والنبي زعلان. زعلان ليه؟ ما أنا كده زعلان. زعلان ليه؟ يا عالم زعلان. زعلان ليه؟ سيبوني زعلان. زعلان ليه؟ يا أخوانا زعلان. زعلان ليه؟ يا عالم زعلان. زعلان ليه؟ يا ناس زعلان. زعلان ليه؟ يا لهوي الكلاكسة عالي قوي كمان صورة. بس خلاص انا تعبت. ده انا اللي تعبت خالص. صورة واحدة وخلاص. ها بصي لي كده. بصي لي. ايوه عال. يا سلام بقى لو عليت الكلاكس سنة. ها كمان سنة. ها ها بس. اه يا دلع دلع ولا حلوة بطون. اه يا دلع دلع على احنا في مكتب ولا في كبريه؟ مؤاخذة انا بسلي الهانم. هانم جاي لك افتن اقول لاختك منى. مين فينا اللي يفتن اخ؟ ايه المقابلة الوحشة دي يا استاذ سامي؟ اه متأسف. اهلا وسهلا. عمالها طالعة برد كده ليه؟ من ضيق امشي. تمشي؟ ياخ ما تتلحلح يا بني ادم. لا ابدا اهلا وسهلا. وعدتني نخرج مع بعض، استنيت تتصل ما اتصلتش، قلت لازم نسيت. جيت اسال. لا ابدا انا ما نسيتش الحقيقه. تبقى بخيل. ايه؟ وعشان كده جيت اعزمك هنا. ادي الحلق للي بلا ودان. انا مصممه نقضي النهارده مع بعض. عندك مانع؟ هو في الحقيقة أنا عندي ارتباطات تانية، نخليها يوم تاني بقى. يوم تاني؟ هو لازم يكون هو؟ لازم. ولازم النهاردة. إيه؟ مالك؟ إديني الخط من فضلك. خط إيه؟ اسمع، إذا كان على شهيرة مالكش دعوة، إذا اتصلت اخوك سرد باك يقطع اي كوره مالكش دعوه. طب اديني مفاتيح العربيه بتاعتك وبلاش لماضه. خليني معاك. اتفضلي. باي. 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 اشمعنى انا بس اللي مكتوب عليا يتقال لي باي؟ ما اقولش انا باي مره من نفسي؟ ايه ده؟ على فين؟ على اي حته نبقى فيها لوحدنا. نعم؟ مش يمكن كلامنا يكون جريمه؟ مش لازم حد يسمعه؟ الجرائم العاطفيه لذيذه مش كده؟ تهبل. الظاهر ما بتحبش تلعب في الوقت الضايع. لكن انا ازاي توعطها؟ ازاي اعمل كده؟ ما هي كمان زي لقطه القشطه تهبل. طب وشهيره؟ لو عرفت اقول لها ايه؟ طب وايه بس اللي هيعرفها سيفت؟ ما تقرش يا اخي.
بس دي تبقى خيانة. ضميرك فين يا بني آدم؟ الحل الوحيد إن جناب ضمير ياخد أجازة عرضة. طب هروح بيها فين؟ عندي اللي اسمه ايه؟ هو اسمه ايه؟ ايوه بوار البحر. اه لازم مش واخد على المي. عمري ما عمت حتى وانا في بانيو. اعلمك العوم. اغرق. نفسي. في ايه؟ تغرق سوا. في صحتك. دي مرة قوي. تقدر تقول لي بتتقل ليه؟ بترفض ايدي اللي مديها لك عشان مين؟ هو انا قادر ارفض ولا رفضتش؟ انت عايز ايه وانا تحت امري؟ حلو الكلام. نتفق. ما احنا متفقين. حلو الكلام. تسلمني النوتة؟ اسلمك عيني. نوتة ايه؟ النوتة اللي فيها السر كله. ليك عليها اسلمها لك دلوقتي حالا. ولو رجعت في كلامك. مين ده؟ انا كلمتي واحده، انا كلمتي عقد يا هانم. لو رجعت في كلامك حموتك. بس انا بقى حدق، لازم تسلميني عينيك الاول. عينيا بس. انت دفعت العربون وانا هقدم بقيه المقاوله. ادي يا ست النوت. ادي نوت التليفونات بتاعتي. بتتكلم كده ليه؟ ما بتردش ليه؟ بقول لك مساء الخير. يخرب عقلك ما تكونش مبلبع. وما فين ساعات المخبر اللي مرابط معاك؟ اول واحد اشوفه نام وهو مفتح عينيه. يا بيه. ايوه عثمان، في حاجه عثمان؟
عثمان، 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 يا سعد البيت. انت هتلاعبنا يا راجل؟ انت عايز ايه؟ عايز تفهمني ان في حد تاني كان بيتكلم؟ طب مين؟ ما هي انا انت. مفيش صريخ ابن يومين في الحته كلها. عثمان، ان شاء الله ما رضيت تتقلط عليا، بس اوعى تناديلي تاني. عليك واحد. صار وقع في المصيده. لا بلا 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 بلا. شهيرة، شهيرة، أكيد أنت عاملة لي مفاجأة. أمال يعني طفية النور لي؟ شهيرة، شهيرة، وربنا أنا عايل وأموت في حركات العيال دي. فكرتني بلعبة المساكة اللي كنا بنلعبها زمان. إذا روبان عليك الأمان. كتبت نفسك ازاي؟ حاجة غلط. تأخير. هو في ايه بقى بالظبط؟ انا جوز خالد شاويش في السواحل وده يتعبكوا قوي. يا لو حد يتخور ها؟ طب انا حسبتها سلوي. انت زعلان ليه؟ تقول في حاجه بس. طب قول له، قول له انت بس، انا عايزك انت. شوفوا بقى بلاش تضرب على عيني. هيا عيني، هيا عيني، هيا عيني بقى كده. انا اتهزقت بقى وانا هضطر اتعب تاني يعني. وانا مش بني ادم زيكم، بتعملوا فيا كده ليه؟ حرام عليك يا شيخ. كده هنخسر بعض بقى، وانا هضطر اضرب يعني بصراحه. طبيعي. سامع اخوكي ده زي الجن ولا هيجرى له اي حاجه، وهتلاقيه راجع دلوقتي وكان شيئا لم يكن، وبراءة الاطفال في عينيه. حضرتك بتتريق؟ انا بتريق لاني عارف. عارف؟ ايه؟ جلال، جلال ارجوك ما تخبيش عليا. سامي فين؟ لا ما اعرفش. لا عارف، ولسه قايل انك عارف. سامي فين يا جلال؟ وربنا انا مدب وهعيش جعش وهموت حمار ولا هتتبل في بقي فوله. جلال أرجوك، سامي فين يا جلال؟ هو حر بقى يتصرف بمعرفته. سامي أخوكي مع واحدة حلوة زي القمر. بتقول إيه؟ بقول لك جات الجرنان وخرجت معاه تتفسح. أدي يا ست أخوك اللي أنت خايفة عليه. الست دي مين؟ شكلها إيه؟ معرفش مين، بس هي شكلها بيضة وشقرة وحل من على حبل المشنقة، وعليها كل كلاكس وكلاكس يخلي الجسم اشعر. اسمها ايه؟ ايوه اسمها فله بنفسج. نرجس؟ ايوه نرجس. نرجس يبقى هي الست اللي جابت المحفظه وجات البيت. ايوه هي قالت كده.
جلال. ايه؟ جلال الست دي وراها سر. ايوه وراها سر. سلام. يا نفوخي. يا نفوخي. مش ممكن يكون ضربني بايد. 100% ضربني بترماي. بلاش تهويل بقى يا سمسم. جت سليمة. انا حاسس ان مخي بيلق جوه دماغي. زي ما تكون لابس جزمة واسعة. اللي هيخلص على بقيتي ان انا مش فاهم الناس دي عايزه ايه. بعد الشر على بقيتك يا سمسم. يا بقيتي. معلش يا حبيبي، انا هقول لك عايزين ايه. عايزين نقطه الابحاث بتاعت بابا، واللي بعتهم اسمه مفتاح. بتقول ايه؟ مفتاح سابوا كارثه مكتوب عليه مع تحيات مفتاح. كمال العقيد كمال، انت بتعمل ايه؟ هتصل بيه. هو قال لي لما يتصل بيك حد اسمه مفتاح اديني خبر. استنى بس لما نتفاهم. انا مش عايزه كمان يعرف حاجه من اللي حصلت دلوقتي يا ثاني. شهيره انت مخبيه عليا حاجه. ايوه مخبيه عليا حاجه، بتديني المعلومات بالقطاره. في حاجات كتير انت عارفاها ومش عايزه تقولها لي. شهيره انا الموضوع ده خلاني اشك في كل انسان حواليا. حتى انا يا ثاني؟ ايوه انت كمان. كلكم متفقين عليا. والدليل على كده مش عايزين ابلغ العقيد كمان. يا سامي اسمعني، كمان لو عرف ان نقطه ابحاث بابا العصابه بتدور عليها وانها معايا، ساعتها لو طلبها مني مش هقدر اقول له لا. وايه المانع انك تسلميها للبوليس؟ لو سلمتها له والعصابه عرفت كده هيضيع علينا فرصه كشفها، وهنفضل في الدوامه اللي احنا فيها. بس دول اتغيروا وممكن يقتلوا اي حد فينا. ما تخافش، طول ما نقطه الابحاث معانا هم اللي هيحافظوا علينا. خلاص انت ما تقعديش في الفيلا دي لوحدك. يا نقيم، امال عايز مين يقعد معايا؟ انا بتكلم جد، انت لازم تسيبي الفيلا دي فورا وتيجي تقعدي مع منى اختي. وين؟ مش هتحبي اقعد معاكم. هروح اقعد مع جلال في شقته. خايفه من ايه تاني؟ انا اخاف منك يا سمسم، ده انا بثق فيك اكتر ما بثق في روحي. سمسم انت معنى عظيم في حياتي. بلاش الكلام ده. انت ربنا بعتك ليا عشان تغير حاجات كتير في حياتي. انا مؤزم. مؤزم علشان بقول لك حقيقه شعوري يا سمسم. حقيقة ليه بس يا حبيبي؟ أصل أنا ندي ما استحقش ثقتك وحنيتك. النهاردة كنت مع واحدة. واحدة ست؟ أمال يعني واحدة راجل؟ شهيرة الست دي مع العصابة. أيوة مع العصابة. كلمتني عن النوتة بتاعت الأبحاث وأنا ما فهمتش. غبي غبي أنا. كنت فاكر إنها معجبة بيا عشان سواد عيوني. تستاهل الخطة اللي خدتها على نافوخك و100 خطة كمان. وعلى فكرة أنا مش هقولك على حاجة مهمة لقيتها النهاردة. ورابا ممكن ما قلتيش. وعلى إيه؟ ما بتاعت العصابة عايزاك؟ معلش قولي والنبي. طب بص. إيه؟ قبل ما توصل العصابة بشوية بالصدفة لقيت النقطة بتاعت الأبحاث بتاعت بابا وخبتها. فين؟ مش هو ده المهم. المهم إن أنا لقيت جنبيها شنطة زي شنطة بابا اللي كان ماسكها في إيده بالظبط، ولقيت جواها وصيته. ووصية التأمين على حياته معمولة قبل الحادثة بيومين، يعني كل شيء كان مترتب للحادثة، ولقيت كمان جواه الأجندة دي. بذمتي وديني انتوا عيلة مجانين، الدنيا طارت عشان ما نستناش الأسانسير وننزل 6 أدوار على رجلينا. لازم أبلغ البوليس لازم. وهتقولي لهم إيه؟ دوروا على أخويا اللي بيتفسح مع واحدة ست. مش مسألة ست. الست دي شكلها كان مريب. وأنا كدبت إحساسي. ليه ما تكونش بالعصابة؟ جلال تعرف الظابط اللي بيروح له سامي؟ لا. طب اسمه ايه؟ اسمه برضه معرفوش. ايه ده انا اللي انت هتقعدي تهزقيني بقى طول الليل عشان معرفش اسم الظابط؟ ثم عايزاني اعرف اسمه ليه؟ هناسبه؟ ادي احنا احتاجناه. وانا هنجم ان احنا هنحتاج له. اهلا. بديها بقى وتكمل على تمنها وتجيب لنا بسكليتة بدل الفضايح دي. بقول لك ايه، هندي زوبة زقة. خش اروح انادي البواب. أقدر أقدم أي خدمة؟ العربية عطلانة.
بصراحه ما عملتش. ده كان زي الساعه. انا مره كنت مين الراجل ده؟ انت تعرفيه؟ لا. ده هو اللي قابلني عند المشرحه ودور العربيه. ايوه هو. ايه ده؟ العربيه دارت. هو برضو اللي دورها. ايه الحكايه؟ كل ما العربيه تعطل مني يدورها لي. ده مضطهدني بقى ولا قاطرني؟ وجدتوها وجدتوها. ايه مالك عامل زي ارشميدس كده؟ شايف الاسم اللي عليه العلامه الحمراء ده؟ اسمه فؤاد. طب وايه يعني؟ زي اي اسم تاني في الاجنده. العنوان بيروت. اسمه فؤاد ده بيروت. انا مش فاهمه حاجه. اكيد باباكي اتصل بيه لما راح بيروت. ما كانش كمان يعرف هو فين. هو ممكن ومش ممكن. انا لازم اسافر بيروت فورا. تاني انا حاسس ان عصمة فؤاد يعرف حاجات كتيره جدا. اذا كنت مصمم انك تسافر ما تسافرش لوحدك. اجي معاك. خايف عليا؟ لا ما كنتش هخاف عليك انت. هخاف على مين؟ انا ليا مين غيرك في الدنيا؟ الو انسه الشهيره، انا المرجوشي، المرجوشي الفلكي صاحب المرحوم والدك. في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. ما انا لازم اعترف لك بكل حاجه. فين؟ مقبره الملوك. ايوه ايوه عارفاها، رحتها في رحله مع الجامعه. حاضر هكون عندك في الميعاد. أنا نفذت كل اللي حضرتك قلتيه. الحقنة. اديني الحقنة بقى يا أبو سيدك، الحقنة. دلوقتي بس Thank you.
استاذ سامي. مدام اسمى فؤاد، ها حضرتك طلبت تقابلني ليه؟ الدكتور رؤوف علوان. ارجوك بلاش تفكرني، انا من يوم ما قريت عن الحادثه مش قادره اتملك نفسي من الحزن عليه. شايف، وشايف كمان انك تعرفي مكانه، لان الدكتور مختفي هنا. دكتور مات يا استاذ سامي. الدكتور ما ماتش يا مدام عصمت، لان قابلته هنا في مطار بيروت بعد الحادثه، ولقيت اسمك في اجندته في تاريخ يوم الحادثه وعليه دايره حمراء. حضرتك بتضيع وقتك، انا ما اعرفش عن الدكتور اكتر من ال 12 في الجرايد. انا بقالي سنتين ما شفتوش، من يوم ما سبت مصر ما اعرفش عنه حاجه. هو حضرتك قريبته؟ انا مريضه من مرضاه وهو اللي عالجني، انا مدينه له بحياتي. يا دكتور في خاطر ولازم اقابله. الدكتور اندفن في مصر، تقدر تقابله هناك. حضرتك سالت كتير، ممكن اسالك انا؟ انت تعرف الدكتور منين؟ انا خطيب بنته. دكتور ما قاليش ان بنته مخطوبه. يعني قابلتيه؟ انت لسه قايل انه ما قالكيش انه بنته مخطوبه. يعني قابلتيه بعد ما جه بيروت؟ الدكتور علوان فين؟ صدقني الدكتور سامي. اهرب يا سامي، اهرب. اهلا يا استاذ سامي. هما بيطلعوا امتى؟ انا كنت مستنيك. وانت منهم؟ ليك رساله معايا، ممكن تسمعها؟ استاذ سامي ارجوك ما تخافش، تاكد اني دايما هكون جنبك، مع اني زعلان منك لان مفتاح اتصل بيك وما ادتنيش خبر كمان. مع الجو ياه، وخايف ليجيني لهزقه، لاني ههزقه على حركات التدكين اللي بيعملها دي. ما هي يا ستي دي الطعم اللي خطفته في العصابه. والله مش بعيد، انا كمان الفار ابتدى يلعب في عيني. انت هتشتغلني جلال. جلال احنا لازم نفكر في حل، لازم نفكر في حل. فكر ايه يا ستي؟ ما انت عارفه ان انا مطلصم، عشان افكر عايز لي سنه. جلال ايه؟ ده لازم نقابل الضابط اللي كان بيعرفه سامي. ايوه ان شاء الله نفتش عليه وزاره الداخليه كلها. وزاره الداخليه؟ كويس انك جيت، كنت خايفه رسالتي ما توصلكش. انا اتاكدت من نواياك ناحيه الدكتور علوان. يعني ناوي تكلمي؟ اهم من كلامي في حاجه خطيره حصلت لازم تعرفها. هو ده اللي انا كنت متوقعه وحصرتها منه. كارثه، خط الشهيره كارثه يا مدام عصمت. طب ممكن تهدى لحظات يا استاذ سامي؟ اهدى ازاي يا اما الشهيره اتخطفت؟ طب هنتكلم كتير لما نوصل المكان اللي هروح. مساء الخير. والله لو تكرمت، ما تعرفش واحد ظابط زميلكم هو طويل وعريض، وكل ما يقابلني والعربيه عطلانه يدورها لي. حضرتك بتتكلم عن مين؟ بتكلم اقول له ايه انا دلوقتي؟ اقول له بتكلم عن مين؟ احنا عايزين الظابط اللي بتصل بيه سامي اخويا. سامي مين؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ شفت اهو ابتدى يزرق، عاجبك كده؟ استنى بس لا مؤاخذه يا فندم، اصل احنا اعصابنا تعبانه. احنا عايزين الظابط المكلف بقضيه الدكتور علوان. معاكيك كمان. ايوه تاني مكتب على الشمال. هو ما جاش، تقدروا تنتظروه. شاكرين يا فندم، شاكرين. تعالى.
راح فين؟ لحد هنا ولازم اسيبك، ما اقدرش اسيب العربيه قدام الباب، جايز حد مراقبه. اشوف وشك بخير يا سامي. يا مدام الحمد لله على السلامة. مين؟ اتفضل يا استاذ سامي. انت فين يا دكتور؟ كان لازم اختفي هنا. ده احنا هلكنا في التدوير على حضرتك. انا هوضح لك كل حاجه. استاذ سامي، انت عارف التركيبه اللي توصلت ليها لعلاج الادمان وخلق شخصيه جديده للمدمن غير شخصيته القديمه، شخصيه ممكن السيطره عليها وعلى رغباتها. ايوه انا قريت كتابك عنها. ده الجانب النظري من البحث. طمعت عصابه عالميه للجاسوسيه في سر التركيبه علشان تستغلها في تجنيد جواسيس ضد البلد. هددوني بقتل الشهيرة. خفت، اضطريت اوافق. لكن الحقيقة انا اتصلت بالعقيد كمال وحطيته في الصورة معايا. طلب مني ان اوافقه. وقال لي ان الوصول للعصابة خدمة وطنية كبيرة. اتفقوا معايا ان اسلم نفسي في بيروت ومعايا الاختراع بعد ما يفتعلوا حادثة تقتل فيها علشان احافظ على سمعتي. والثمن بوليصة تأمين كبيرة لصالح شهيرة. ولما وصلت خفت من مواجهة الموقف مع العصابة واحتمال ان البوليس ما يقدرش يحميني منهم، فاختفيت عن العصابة. طب ليه العصابة كانت بتدور على نوت الابحاث في الفيلا؟ انا كنت اشترطت على العصابة ان اسلم نفسي ومعايا النوتة بعد ما اتأكد ان شهيرة قبضت قيمة البوليسة. ايوه شهيرة لقيتها فعلا، لكن انا لا سلمت نفسي ولا النوتة حسب الاتفاق، علشان كده هم عايزين ياخدوها مني بأي ثمن بأي وسيلة. بعدين يا جلال هنفضل كده مستنيين لغايه امتى؟ وانا اعمل ايه؟ كل ما اسال عليه اي حد يقول لي زمانه جاي، زمانه جاي، يبقى زمانه جاي. طب والبروف؟ البروفه فاضل عليها ربع ساعه والافتتاح بكره. حيرتيني، انت عايزه سامي ولا الافتتاح؟ عايزه سامي. خلاص يبقى استنى سامي. استنى. ادي البنايه اللي شفتهم دخلوها يا معلم مفتاح. لازم اهد اتفاقي مع البوليس. لازم اسلم نفسي للعصابه. دكتور علوان نفكر شويه يمكن نقدر نوصل لحل. شهيره اتخطفت يا سامي. انا السبب في كل حجرانها. لازم افديها. لازم افديها بدرس يا دكتور علوان. ارجوك. انا اللي ارجوك. سامي. ما تشوف شهيرة ابو سالي وبرر لها موقفي. سامي اخر كلمة اقولها لك اني موافق على خطبتك لشهيرة. شهيرة فين؟ أنت اللي خطفت شهيرة. أنا؟ دكتور علوان كلمتين مش أكتر، يا إما نوت الأبحاث يا إما حياة شهيرة. اختار يا علوان. أنا تحت أمركم. النوتة هسلمها لكم دلوقتي. مش موجودة هنا. دكتور ما تتكلمش، افرجوا عن شهيرة الأول واحنا نديكوا النوت. أنا موافق، افرجوا عن شهيرة الأول. يظهر مفيش فايدة. أحسن ناخدهم عندنا نتفاهم على طريقتي. دول فين؟ هو بعيد؟ احنا جدعان قوي بقى، ما تقوليش كلام. مش شيء.
سألت العقيد كمال. يا سيدي انت فين يا سيدي؟ حاسب اللي وراك. انتوا عصبيين ليه؟ وانا هروح فين؟ ما احنا مع بعض. اهي صلوا على النبي، صلوا على النبي. انا جاي، انا جيت، انا جيت اهو بقى. مسدس؟ فين المسدس؟ المسدس مكانه. انا بدلكم بحياتي يا دكتور، انتم السابقون ونحن لاحقون، والبركة في سامي. مرة من نفسي بقى. على فكرة لولاك ما كانوش وقعوا يا استاذ سامي. انا عندي لك مفاجأة. بابا بابا سهيرة بابا يا حبيبي يا بابا يا حبيبتي يا بنتي. شهيرة انت مش خطفت؟ انا اللي خطفتها، قصدي دي خطتنا احنا. العصابة عرفت الخبر من الجرايد زيك بالظبط، ولولا كده ما كانش عصمت تثق فيك وتقابلك، ولا كانش الدكتور علوان هيخرج من مخبأه، ولا كناش هنوصل للعصابة، ولا كنتش لقيتني مستنياك. ادي احسن حاجة عملتها من يوم ما عرفتك. انت لسه موافق من شوية يا دكتور؟ موافق يا سامي، موافق.